لو ابو عبد العزيز برضه سال مين اللاعبين اللي ممكن تلعبهم في المباريات القادمه؟ يعني مثلا اليوم لاعب في ناصر الدوسري كلاعب وسط، هذا امر غريب صراحه. سالم نعرفه يعني في الهلال كبديل ظهير ولاعب وسط، بس ما مش لاعب على انه يلعب اساسي في المنتخب الاول. مصعب الجوير هذا رقم واحد يكون في الفتره القادمه في المنتخب لابد. سلمان الفرج ان شاء الله لو جاهز على الاقل نستفيد منه في كاس اسيا او في السنه القادمه ما الى ذلك، طبعا حسب طبيعه سنه واصاباته المتكرره. هذول الاثنين اعتقد المنتخب بحاجه لهم، واضح جدا ثلاثي اعتماد المنتخب مدرب على 4-3-3 او 4-5-1 طبعا تتغير، لكن الثلاثي اللي في الوسط لازم تضيف له معلم في الوسط بكل امانه، سلمان الفرج او حتى الشاب الصغير المعلم القادم لكره القدم السعوديه مصعب الجوير.